والله انا دايما لما باجي استقبل مثل هذه الامور بستقبلها بابتسامه. هتقول لي النادي الاهلي، هقول لك اصل النادي الاهلي علمنا كتير جدا جدا، من ضمن الحاجات اللي اتعلمناها ان احنا ما نردش على اي حاجه، يعني ما ينفعش ما نردش عليها، يعني في الاخر انا النادي الاهلي، في الاخر انا النادي الاهلي وحفضل النادي، مش انا اسلام، انا بتكلم على النادي الاهلي دايما وجمهوره كده، جمهور النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي واسلوب النادي الاهلي وطريقه اداره النادي الاهلي لكل المعارك اللي بياخدها. هتكلم دلوقتي عن الحكام، وهقول لحضراتكم خبر كل معظم جمهور النادي الاهلي كان ينتظره، واداره النادي الاهلي كانت بتسعى للموضوع ده بقالها على فكره اكتر من 10 ايام ولا حاجه، ولكن الموضوع تحقق النهارده اخيرا، وهو حكام اجانب، وهقول لحضراتكم ليه. وبالمناسبه وانا بتكلم مع حضراتكم في موضوع الحكام، ولا خليها الجزء لما اجي اتكلم على، لانه مهم جدا تعرفوا ايه الكلام اللي بيدور او ايه الكلام اللي بيطلعه لجنه الحكام اللي موجوده دلوقتي للاعلاميين وللصحفيين علشان يقولوا ان النادي الاهلي ضد لجنه الحكام. خلي بال حضرتك، النادي الاهلي نادي الوطنيه، النادي اللي بيمثل مصر في كل المحافل الدوليه والافريقيه والمحليه، النادي الاهلي بيتقال كده او بيترمي كده ان احنا عايزين نطور وعايزين نعمل وعايزين نخلي وعايزين نسوي، ولكن النادي الاهلي اصله بيدور على، لا لا يا فندم، انا ما بدورش على حكام اجانب. انا لما اخسر الدوري السنه اللي فاتت بسبب التحكيم المصري، يبقى من حقي يا فندم ان انا اشوف ادور على حق جمهوري، الجمهور اللي بيتحرق دمه ده، ال 70 80 مليون اهلاوي اللي قاعدين، من حقهم ان انت ان انا كاداره اسعى ان انا اجيب لهم افضل حاجه. طالما القانون بيتيح لي هذا الامر، ها، وانا وقفت انا كاداره نادي اهلي وقفت مع التحكيم المصري ببيان واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة، أنا أقدر أقول لحضراتكم البيانات اللي اتعملت من 4 سنين لغاية دلوقتي. وقفت مين أكتر نادي تضرر من التحكيم المصري السنة اللي فاتت؟ ها؟ حد يقول لي؟ مين أكتر نادي تضرر؟ مين النادي اللي خسر الدوري السنة اللي فاتت بسبب التحكيم المصري؟ 15 نقطة مش هنسى. كرة بتخش جون يقول لك مش جون، كرة ضربة جزاء يقول لك لا مش ضربة جزاء، على النادي الأهلي تروح للفار وتجري وتقعد ساعتين. ومع ذلك تمسك النادي الأهلي دائما بوطنيته وكل حاجة، ولكن في النهاية أنا عندي 70 80، أنا كإدارة يعني مش الإدارة بتفكر إزاي؟ أنا عندي 70 80 مليون أهلاوي دمهم بيتحرق عشان قطر حكم، أنا لا قدر الله لو الأهلي عنده طلائع الجيش يوم الأربعاء، في حكام اجانب ان شاء الله هيبقوا موجودين في المباراه اللي طالعه الجيش القادمه، والنادي الاهلي ارسل الشيك بالفعل، وهقول لحضراتكم ازاي.